نتمنى من جهات المسؤولة إعادة النظر وأن يسرعوا طريقة الأشغال، لأن هذا الطريق مهم جدا مهم جدا، وهناك إشكالية كبيرة يعانوا منها الناس. الشيء اللي نعانوا فيه هو نقص يعني سيارة الإسعاف، وكذلك بالنسبة للأدوية عندنا صح عندنا صيدلي هنا في مقر البلدية، ولكن بالنسبة للفرع الأخرى ما عندناش، وعندنا كذلك نقص قلنا سيارات الإسعاف، ونقص كذلك بالنسبة للممرضين في كما بدنيزي مثلا وتهيهاوت. أخص نتكلم على لوبيجي السكن، والله إن أنا نطالب بحاجة واحدة، نتمنى المدير السكن تاع لوبيجي يزورنا هنا ليدلس، يشوف بعينه واش راه صاري في هذيك السكنات، ولحنا رانا ساكنين تما رانا نسكنوا مع العقارب مع حشاك الكلاب. وزيد بزياده كاينه حاجه واحده ثانيه، لابوست البرير للمواصلات، لابوست هذه اللي عندنا راهي تاع البلديات كاع راهم تطوروا، احنا خصنا شويه تطور. يجيك ضيف يقول لك بان نروح نجبد في كارت مانيتيك برا، يجي عندك في الليل جاي مسافر فايت، تقول له ما كانش كارت مانيتيك تفشلوا، تبعثوا العين مقل، تبعثوا لتزرك، تروح تقول له روح لجانيت. القطاع الصحي هنا في إدلس ما نخبيوش عليكم بليك حنا نعانيو من نقائص كبار بزاف بالنسبة للأجهزة. لا رغم هذا يعني نقول لكم بليك حنا رانا الجهاز الطبي راهو متكفل، ورانا واقفين يعني H24 ودايرين المجهود تاعنا أقصى المجهود رانا نبدلوه باش يعني في نحققوا يعني نتائج في صالح المرضى لا بون مارش دو سيرفيس. ما كان يضع على بالك ان المشكل وان الشباب مساكن وانا الخدمه دي السكن دي الصحه، الدوله الحمد لله تقاهل ولا شكين الحمد لله يا ربي ماذا بينا. ما كان لو بيرج وغنار راهو دوكنين البراعم راهم يلعبوا ما عندهمش حتى اوبيرش دي فلاحه. مشاكل الفلاحه عندنا في ادلس بزاف، اهم مشكل يعني باش تطور الفلاحة لا به اللي هو الكهرباء الكتريسيتي، لحقوا لنا الماء عطاونا الكاس قالوا لنا هاو الماء ما شربناش، لحقوا التريسيتي حتى الابار حتى اللينيش بقاو لي كونتير ما خلقوش، نطالبوا بلي كونتير باش تطور الفلاحة في إدلس. إذا تعتبر بلدية إدلس أحسن منطقة في الهوكار هنا في الجانب الفلاحي، والحمد لله أراضي شاسعة وكلش متوفر والصحة كاين والشباب عندهم رغبة، لكن العائق الكبير اليوم باش تطور الفلاحة من جانب الثقافي التاركي يعني التراث ياك راهي كاينة نشطة بلا غريمون تاعها، بصح ما لقاتش إمكانيات دعم في إطار المادي والمعنوي، لاقي غير أوقات في السنة كاش اعياد ولا حاجه تنشط، بصح ماذا بينا نحن تنشط المحافظه على التراث. التراث هذا التراث التركي راه معروف وطنيا ودوليا، راه غني عن التعريف. بالنسبه للطريق اللي رابط بين ادلس وجانت هو طريق استراتيجي يعني قديم ومهم جدا، يعني هو طريق وطني. في القديم كانت يعني السيارات كانت تستعمل حتى من يعني كان طريق وطني ودولي من ليبيا حتى النيجر، وهذا الطريق هو ماذا بينا تنجز في اسرع وقت لانه يربطنا بولايه ليزي. الطريق هذه نتاع ادلس هي تعتبر يعني من شرايين الحياه بالنسبه بيننا وبين اجر وجانت وإليزي، وهي المحرك الاساسي. وحنا كانت فتحت هذه بوابه نتاع ادلس وجانت طبعا حتى على بالنسبه لادلس تعتبر محل استثمار في طبعا في امور تاع الفلاحه.